صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وتغطيتنا الصباحية اللي دايما بنتابع فيها مع حضراتكم أبرز الترندز والأخبار المتصدرة المشهد من امبارح بالليل وحتى صباح اليوم. خليني أبدأ بأول ترند معانا النهاردة، واللي كان متصدر عنوانه كل عناصر البحث من امبارح بالليل وحتى اليوم، وهو الترند الخاص بتعادل النادي الأهلي وفيوتشر. طبعا ده كان في بطولة الدوري الممتاز، لأنهم امبارح اتعادلوا بنتيجة 1-1. كمان كانت في انتقادات اتوجهت لبيترو موسيماني على ادارته للمباراه بعد ما قدر فيوتشر يوقف سلسله انتصارات المارد الاحمر ويفقده نقطتين في مسيرته للحفاظ على لقب الدوري. طبعا بهذه النتيجه وصل الاهلي للنقطه 19 في صداره الدوري، وارتفع رصيد فيوتشر لثمان نقاط في المركز ال 12. نجح أيضا فيوتشر في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي. خليني يعني نوضح كده مع حضراتكم المشهد امبارح كان شكله إيه. طبعا بدأ الأهلي المباراة بضغط كبير جدا على الفريق المنافس، ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وده بعد ما قدر أحمد عبد القادر اللي كان واحد من أخطر لاعبي الأهلي في المباراة امبارح في قيادة هجمة من الجبهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ليمررها لمحمد شريف، واللي سجل الهدف في شباك فيوتشر. بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة قدر فيوتشر يدخل المباراة وأعاد ترتيب أوراقه وحاول تنشيط الأطراف عن طريق عمر كمال وأحمد رفعت اللي شكلوا خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وقدر حمدي فتحي أيضا إنقاذ مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 19 من هجمة بدأها خطيرة. كمان شهدت المباراة امبارح اعتراض لاعبي وجهاز فيوتشر على حكم المباراة تحديدا في الدقيقة 40 بسبب عدم طرد محمد الشناوي بسبب تدخله طبعا مع أحمد عاطف لاعب فيوتشر خارج منطقة الجزاء لوجود تهور في الكرة. استمرت محاولات فيوتشر في التحكم بإيقاع اللعبة أملا في إدراك التعادل، ولكنه لم يتمكن من ذلك حتى نهاية الشوط الأول. لكن بعد مرور حوالي 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني قدر فيوتشر يتعادل في الدقيقة 57 عن طريق كريم نيدفيد بعد استلام تمريرة سحرية من زميله وسددها بين أقدام الشناوي لتهز شباك المارد الأحمر. طبعا حاول بيتسو موسيماني على الفور تغيير شكل اللعبة داخل المستطيل الأخضر، وهنا أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 67 بنزول علي معلول وطاهر محمد طاهر بدلا من أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر، في طبعا محاولة لضبط خطوطه وتحقيق الفوز على فيوتشر. هنا أجرى بيتسو موسيماني التغيير الرابع بنزول حسين الشحات بدل من أفشة، وده في الدقيقة 75. استمر ضغط الأهلي في الدقائق العشرة الأخيرة في محاولة لخطف هدف الفوز، وده في الوقت اللي تراجع فيه فيوتشر من أجل القيام بالأدوار الدفاعية. استمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. طبعا كانت مباراة صعبة، وكل جماهير الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي كانوا قاعدين على أعصابهم طول فترة المباراة، خاصة بعد تعادل فيوتشر، وكانوا في انتظار فوز سهل واستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية من بداية الدوري. لكن في النهاية الأهلي ما قدرش يحقق ده، وفقد للأسف نقطتين بقدم
أبنائه، وطبعا هنا المقصود كريم ندفد أحد ناشئي الأهلي، وكان لاعب في صفوف المارد الأحمر، لكنه في الموسم اللي فات تم بيعه لفيوتشر، وقدر أنه هو يسجل في أول مباراة هدف في شباك فريقه النادي الأهلي، طبعا فريقه السابق. لحد هنا خلصت متابعتنا للخبر اللي كان متصدر عناصر البحث من امبارح بالليل وحتى صباح اليوم. استنونا لان احنا لسه مستمرين مع حضراتكم على مدار اليوم النهارده في تغطيات مستمره. كنت معاكم حور محمد، وشكرا جزيلا على طيب المتابعه. الى اللقاء.